سأكون من يبدأ السعادة كلما حانت حتما بأيدي الخيرين همومنا هانت الله عون للقلوب إذ استعانت أبشو السعادة النار استخدمها الإنسان للتدفئة، للإنارة، للطبخ، واعتمد عليها اعتماد كامل بالقرن 18 خلال الثورة الصناعية. اكتشفنا النفط واستثمرنا موارد الكرة الأرضية بشكل كبير. طورنا واكتشفنا طريقة لتوليد الكهرباء بالقرن 19، وبعدها اشتغل الإنسان على إيجاد حلول لكل المشاكل اللي تعيق حياته اليومية وتأخر من تطور. اخترعنا الثلاجة، السيارة والطيارة، وصار جدا سهل نحصل على الأكل والشرب، وصار عندنا نظام صرف صحي متطور. عبدنا شوارع وبنينا مدن بشكل منظم. علشان نعيش حياة كريمة ونستمر بالتطور، انشأنا الحدائق والمدارس، المستشفيات والمطاعم. بالقرن 20 بنى الإنسان معجزة معمارية سماها برج أو ناطحة سحاب، والبرج صار 10 و100 و1000 برج. وبنفس القرن 20 اخترعنا الكمبيوتر والإنترنت، والثورة التكنولوجية ما توقفت، بالعكس كل يوم نتطور أكثر وأكثر. الإنسان استغل الأرض والبحر ووصل حتى للفضاء. بعد كل هذا اللي وصلنا له، اليوم في أكثر من 700 مليون إنسان يعاني من الفقر، يعني تقريباً 10% من سكان الكرة الأرضية. يعني عدد الفقراء في العالم يتجاوز عدد سكان أمريكا وأوروبا مجتمعين.
تخيلوا رغم تطور البشر الناس عايشين ببيوت من طين وأكواخ ومساكن متهالكة، ناس تنتقل على ظهور الحيوانات، ما في شوارع، ما في أنظمة صرف صحي، ما في مدارس، في بعض القرى والمدن إلا اليوم ما في كهرباء. السؤال اللي في بالنا كل ما نسمع قصص الناس، وشو السبب اللي وصل الإنسان لهذه المرحلة من الفقر؟ الحروب والصراعات هي أحد أكبر أسباب وجود وزيادة الفقر، وتقدر تكلفتها بنحو 17 تريليون دولار سنوياً. لو تم استخدام 6% فقط من هذه التكلفة، ممكن نغطي تكلفة أهم التحديات اللي تواجهها الإنسانية في عام واحد، مثل القضاء على الجوع والأمية، علاج السرطان، توفير المياه النظيفة. أزمة كورونا مثلاً اللي كلنا عشنا فيها أدخلت أكثر من 90 مليون شخص تحت خط الفقر. لو سألنا هل القضاء على الفقر في العالم وشيء ممكن أو مستحيل؟ هل يقدر الفقير يساعد نفسه بنفسه يتخلص من الفقر؟ والسؤال الأهم، شو دور كل واحد فينا؟ نحن بدينا رحلة من 7 سنين هدفها تقليل الفقر في العالم، سميناها قلبي اطمئن، قصدنا فيها المحتاج والمشاهد والمتبرع. تبنينا ورسخنا مبدأ الناس للناس يا عمي، والله الناس للناس، الناس للناس، الناس للناس يا عمي، إن شاء الله والدنيا بخير. خرجنا بفكرة غيث، تعمدت أن لا يكون لغيث صوت ولا صورة، لأن غيث فكرة. بدأ البرنامج بشكل بسيط في مساعدة الناس في الموسم الأول والثاني. كنا نروح ندق أبوابهم أو نلاقيهم في الشوارع أو في أماكن شغلهم. السلام عليكم. هاي حجة. السلام عليكم أختي. السلام عليكم. وكملنا بعدها بإنشاء حلول فردية بسيطة للمساعدة على توفير الدخل للأسر، وبدينا في مشاريع صغيرة تناسب إمكانيات كل شخص قابلناه. احنا جبنا لك هذا الكشك، هذا الكشك صار لكم. وفي كثير من الأحيان كنا نشوف التغيير في حياة الناس اللي قابلناهم، ومنهم للأسف اللي ما استمرت مشاريعه. وفي الموسم الرابع امتد الخير ليشمل مجتمعات وثقافات مختلفة حول العالم. كوميساش It's very hard to cross this bridge. ماما سريانة، نيتك كانت قارب كبير، يلا والحين صار من نصيبك. Esto no es peligroso. Sí. Vanessa, tengo un regalo para ti. Tengo nervios. People are there for each other. Yeah, I don't like it. إن شاء الله ما راح تنام في الشارع. وركزنا في الموسم الخامس على الحلول لمسببات الفقر الأساسية اللي تشمل السكن، التعليم، الصحة، البطالة في أماكن مختلفة في وطننا العربي. بيت راح بناء البيت من جديد، إن شاء الله لكم بيت. صار عندك شقة يا حبسة؟ لا، مقدم الشقة. موضوع الإيجار هذا ما تفكر، أنت ترجعين أولادك اللي ما درسوا. إن الهدف الأساسي إن شروق تكمل دراستك، هذا عشان تعملي مشروع وتدرسين في خواتك إن شاء الله. شو صحته هلا؟ يعني أنا اللي أفهمه إن أنت الدين اللي عليك كله بسبب علاج بنتك. 30 سنة وأنا قاعدة. أتمنى إن أنا أفتح لي حتة دكان صغير كده، هو الأرزق منه وأنا قاعدة بدل تعبي كده وأنا كبيرة في السن. تعلمنا دروس كثيرة
من الأخطاء اللي واجهتنا، وهذا الشيء طور تجربتنا. بالموسم السادس بدأنا بفكرة إحياء القرى، بدينا نغير للإنسان والمكان بإحسان. وفي هذا الموسم نبدأ رحلة التمكين. واحد من أهم مشاريع التمكين البيوت البلاستيكية. شو بديتوا تزرعون؟ والله ناويين نزرع خس. خس؟ ما شاء الله. نتبني البيت شيء جميل، لكن بعد محتاج إنه يأكل. فلما الاثنين يكونوا متواجدين، يعني البيت والمشروع اللي يدخل له مصدر المعيشة، من أجمل الأفكار ومن خير الأفكار. هذه أول شجرة زيتون نزرعها إن شاء الله. لو هذا المكان كله زيتون، كيف الواحد ممكن يستفيد منه؟ أشكر برنامج قلبي يطمئن على توفير هذا المشروع لأهلي قرية جدة. أطلقنا مشروع المواش. صاحب الحلال هو الربحان مش خسران، اسمه حلال. يلا 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 داخل 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 البيت 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 البيت. يلا في وين شعرك؟ وين صوف؟ خططنا فيه خطة جيدة، همنا نتمون نجيبوا له العلف ونحلبوا للبان ونسوقوها شور بيع للبان. تربية النحل في توجان من أكثر المشاريع الناجحة. خلينا نتعاون معه لنسوي مشروع، وهذا المشروع يخدم الناس. هذه القوارب قديمة، فصارت الفكرة أن نطور القوارب، نعدلها، نجيب لهم كل المعدات اللي يحتاجونها في الصيد. ماكينة جديدة. أول حاجة نشغل الماكينة لهنا. مشروع حضانة البيض من أهم المشاريع لتمكين المرء. نحن راح نعمل تعاونية جديدة، ولكن بشرط كل نساء القرية يشتغلوا فيها. كانوا قالون الشباب إن أنتم ما شاء الله من المشاريع اللي نجحت ما وقفت، فالنجاح هذا لازم يكون في نجاح ثاني. الناس للناس. أنتوا كنتوا سبب الفكرة وأنتوا سبب الخير. أنا مقتنع أن كل مجتمع ناجح سبب المرء. كل قرية زرناها ركزنا على أهمية تطبيق مبدأ التمكين، تمكين بالعمل، بالفكر، باستثمار المهارات، بالتدريب. كل قرية زرناها نفذنا فيها ورشة إسعافات أولية خاصة تتناسب مع طبيعتها. كان هدفها أن الناس تقدر تتصرف في الحوادث اللي تواجههم، وصار في كل بيت صندوق إسعافات أولية. كل قرية نفذنا فيها ورش المهارات الحياتية، وهي بداية لتطوير أفكارهم عشان يقدرون يساعدون أنفسهم بينهم وبين بعض. كل قرية نفذنا فيها ورش التدريب المهني، هدفها دعم مشاريع التمكين اللي نفذناها وتطوير مهارات المستفيدين وبناء نموذج تمكين متكامل في هذه القرى. شكراً لكل الجهات اللي تعاونت معانا في الدول اللي نفذنا فيها الورش، وإن شاء الله الكل يكون استفاد.
نتيجة توصلنا لها أن الحلول تحتاج وقت في هذه القرى، مهما كنت سريع وعندك حلول وإمكانيات. لذلك وضعنا جدول زمني مدته سنتين لكل قرية لتنفيذ كل مشاريع، وإن شاء الله ننجزهم بأسرع وقت. أما عرض القرى بقصصها بتحدياتها وقضاياها وحلولها راح تشوفوها في 4 أجزاء، الجزء الأول، الثاني، الثالث والجزء الرابع، عشان تقدرون تعيشون معانا قصصهم وفرحتهم بكل تفاصيلها المؤثرة والجميلة. المية كل أسبوعين 3 تجي ساعتين. بسم الله نبدأ سعادة جديدة. دابا الحمد لله كل شيء فرح، كل شيء فرح. غيث كأي إنسان عنده حلم وأحلام، واحد من أحلامه اللي تحققت بفضل الله منصة غيث الإنسانية. فكرة من سنين صارت اليوم واقع، وهي فرصة للجميع يشاركنا فيها الخير. راح تتعرفون عليها من اليوم. كنا نقول دائما بسم الله نبدأ سعادة جديدة في بداية كل خير نسوي، واليوم نقول بسم الله نبدأ سعادة جديدة ونطلق منصة غيث ونغيث الإنسان.